السلام عليكم ومرحبا بكم متابعيني. الغوصه تاع اليوم راح تكون الغوصه تاع البسبوسه او الهريسه كيما نسميوها حنايا. اليوم راح نديروها بنكهه البرتقال. نبداو ان شاء الله بطريقه التحضير وبالمقادير تاع البسبوسه. عندنا 3 غضمات، 2 كيسان فرينه، كاس سميد، نص كاس سكر، نص كاس زيت، وكاس عصير البرتقال، مبشور برتقالة، وكيس خميرة الحلوى. بالنسبة لمقادير الشربات، عندنا 3 كيسان سكر، 3 كيسان ماء، ونصف كاس عصير البرتقال. نبدأ بطريقة التحضير. نحط العظمات، نزيد لهم السكر، ونضربوهم مليح بالباتور حتى يطلعوا يبيضوا. بعد ما نكملوا نزيدوا الزيت، ونزيدوا جو دورانج، ونزيدوا لهم السميد، ونزيدوا الزاز دورانج. كيف نضربوهم مليح بالباتور. نزيدوا الفارينة تاعنا، نحطو فوقها خميرة الحلوى، ونخلطوهم مليح حتى يتلمو. ندهنو البلا اللي راح نحطو فيه بالزبدة ولا بالزيت كيما تحبو نتوما. ونصبوا فيه الخليط تاعنا. بعد ما نوجدوه نحطوه في فور شاعل من فوق لتحت على 180 درجة، ونطيبوها لمدة بين 40-60 دقيقة حتى نتحمر بيا، ونعاودو نولو. كيما تشوفوا هنايا بعد ما طابت حمرت مليح، نخليوها تبرد ونروحو نحضرو الشربات تاعنا. نحطو السكر، ونزيدو نحطو الماء، ونحطوهم يغليو لمدة بين 7-8 دقايق. بعد ما يغليو نزيدو عصير البرتقال اللي عندنا. كيف نزيدو نخليوهم يغليو لمدة 4 دقايق. بعد ما نوجدو الشربات نسقيو بهم البسبوسة تاعنا اللي تكون بردت، ونخليوها بعد تريح لمدة من 3-4 سوايع. بعد ما ارتاحت البسبوسة تاعنا نقصوها ونقدموها. في التقديم تقصوها كيما تحبوا نتوما، الشكل اللي تحبوه، تزينوها به تحبوا نتوما. هذه هي الوصفة تاع اليوم، إن شاء الله تكون عجبتكم. اللي راح يجربوها نقولهم من درك بصحتكم، جربوها ما تندموش، وإلى اللقاء في الفيديو الجاي إن شاء الله.